فن الأوبرا ده مش بعيد قوي من المصريين، بالعكس أنا شايف إنها جت بينهم. من سنة 67 أنا أظن حضرت كل حاجة لغاية آخر عرض في الأوبرا قبل ما تتحرق. أياميها كنا قريبين من الروس، فكانوا بيبعتوا لنا حاجات عظيمة من الباليه الروسي والباليه المصري. يعني الباليه المصري اتعلم في روسيا، شفنا ماجدة صالح ومايا سليم والناس دي بيرقصوا. مش عارفه اوصف الاوبرا دي ازاي بجد، كانت حاجه جميله جدا فعلا. يعني مع الناس كانت فعلا مجرد بس حتى تتصور من بره جنبها ده كانه تاريخ. هي اساسا طبعا كانت للاوبرا، بس كانت هايله للباليه، وكانت للحفلات السيمفونيه، لانها مبنيه بطريقه هايله للاستماع. المغنيين والالاتيه بيحبوا يعزفوا فيها. كان معروف ان المغنيين الكبار في اوروبا بيبتدوا الكارير بتاعهم في كايرو، منهم الفريدو كراوس. الفريدو كراوس كان تينور عظيم جدا، ابتدى الكارير بتاعه في مصر سنة 56، وده مكتوب في التاريخ. طبعا دي حاجة لينا احنا كمصريين، طبعا ده حاجة نرفع راسنا، يعني دي كانت حاجة كويسة جدا طبعا لينا. يوم الحريقة أنا سمعت الخبر، كنت في شغلي ورحت على الساعة 3-4 أنا وأختي واتفرجنا. مكان كان مليان ناس وما كانش فيه صوت، يعني مع إن الناس دي كلها موجودة، المصريين متسموا بالدوشة، لا كانوا هاديين جدا. الدوشة الوحيدة اللي شفناها لما حيطة تقع أو لما كده، وكانت الناس كأنها بتتألم. طيب جامد أوي. يعني اتذكرت بقى وانا واقفه على المسرح وانا بأدي والفرقه واحنا مع بعض برضو، يعني عيله كنا جوه، يعني قاعدين واكلين شاربين نايمين مع بعض الفرقه، وتدريباتنا كان كلها هناك. فانك تشوف المنظر ده لحاجه يعني بصراحه مش هتتكرر. انا فعلا بكيت يعني. حريق الأوبرا كان زي ما تقول رمز للضياع اللي حصل في الفترة دي، بس هي اللي خلتني أقول أنا لازم أخش المجال ده، وأنا لازم أكافح من أجل المكان الفن ده. وهنقضي عروض إن شاء الله في أي حتة، في الجامعة، مش عارفة، نطلع اسكندرية، في أي مسرح، مش مهم عندنا بقى دلوقتي في أوبرا، بس قلنا لازم نطلع ونعمل عروض ونثبت نفسنا ونوري الناس إن إحنا مفيش حاجة وقفتنا. الأوبرا الجديدة، الأوبرا اللي هي ممكن تقول عليها الأوبرا اليابانية لأنها كانت هدية من اليابان، أو الأوبرا اللي في الجزيرة. الأوبرا دي كان فيها سيستم هايل للتذاكر، للإعلام، للإضاءة، يعني كان في أوبرا مش بس عبارة عن مبنى، يعني لازم يكون في حاجات كتير. كان في بيانوهات مثلا، واليابانيين شاطرين جدا، يعني هم عارفين إنه لما بتقدم أوبرا للناس هي مش عبارة عن حيطة. فقالوا عايزين ندرب مصريين في اليابان. اليابانيين قالوا عايزين نعملها من نظام الاوديشن او الانترفيو. فالناحية المصرية للأسف قالوا لا 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 لا، انتوا مش هتختاروا حد، احنا هنقول لكم مين اللي هيسافر لليابان. اليابانيين قالوا اتفضلوا، اهي مفاتيح الاوبرا، مع السلامة. احنا فقدنا اهم حاجة كان ممكن تنتج عن الأوبرا الجديدة، اللي هو إن إحنا نخلق جيل من الفنيين. فالأوبرا من أولها إدارتها كانت مش كويسة، يعني مش بنحط ده هنا علشان كويس في الموضوع ده أو شاطر فيها، لا، بنحطه لأنه كوسة. إحنا دلوقتي بنشوف عامة الشعب كله بيدخل الأوبرا، يعني ده حاجة كويسة، دي حاجة تبسطنا يعني. وده بيأكدني دايما لما برجع لمصر، بيأكدني قد إيه الـ 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 الـ
الفن الغنائي مهم جدا في مصر، وانا اتمنى طبعا ان ينتشر اكتر من كده، يعني مش بس في مصر، يعني ينتشر في الصعيد ويروح فين، في كل الوطن العربي. الاوبرا مش بالعماره، الاوبرا مكان الناس بتيجي اليه، مكان الناس عايزين يروحوا، ينضفقوا اليه.